استاذ جيمي محمد الشناوي لازم ياخد حقه جدا طبعا أرجوك. محمد الشناوي يمكن كنا موجودين هنا قبل المباراه اللي فاتت مباراه الاهلي وانبي ورغم فوز الاهلي بربعيه النهارده الاهلي كسبان 3 الاهلي اللي بيسجل 17 جول ومسيطر على كل شيء فيما يخص المسابقات المحليه الموسم الماضي لازم يبقى عنده حارس زي محمد الشناوي بص يا كريم ارجع فريمين هيرجعها اللقطه دي يا كريم والامور لسه في الملعب الامور لسه مش بعيده ونفس المباراه اللي فاتت 2-0 للاهلي قدام انبي لقطه احمد امين اوفا النهارده خطا كبير جدا من علي معلول حتى هو في كادر كده بس عشان معلاش وقت والراجل اتخض علي معلول اتخض ان الكره ان هو رجع الكره بالشكل ده لكن دايما محمد الشناوي موجود دايما محمد الشناوي الناس لما بنقعد نتكلم ونقول محمد شناوي الحارس الاول في مصر محمد شناوي هو الحارس الاول بفارق كبير عن اي حارس تاني موجود في الدوري المصري بيبقى معانا حق بص هنا كريم نفس القصه قفل عليه هنا ده ضلم له الدنيا قفل عليه كل حاجه هو اكبره انه يحطها له كده لانه قفل له الزاويه الضيقه بامتياز حتى لقطه الهدف ابا محمد الشناوي انها تخرج الا لما يكون عامل تصدي قبلها صعب جدا هات اللقطه اللي بعديها لقطه الهدف بص هنا كريم لقطه صعبه من زاويه مفتوحه ابو رحمان مجدي بيحطها الراجل بينزل رغم انه حارس طويل خلي بالك ودي صعبه اصعب حاجه للحارس الطويل ان يتحط الكره جنب رجله بينزل الراجل وبيشيلها بشكل ممتاز لكن حظه السيء ان هي ما كملتش بتصدي كملت بهدف حتى في لقطه الجول ابى انه يقول انا حارس مصر الاول بمنتهى البساطه محمد الشناوي تحيه ليه مش بس فني تحيه ليه على انه محافظ على تركيزه لحد الان حاجه اخيره نادي الاسماعيلي النهارده لعب مباراه رائعه لعب مباراه هايله جدا كان 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 في وقت من الاوقات كان ند كبير جدا للنادي الاهلي ضيع كتير مع الكابتن ايهاب جلال كان مصمم ان هو يلعب بالكره من تحت يتدرج بالكره من تحت نادي الاسماعيلي انا شايف ان السنه دي ممكن شكل نادي الاسماعيلي يبقى افضل بكتير من اخر سنه